احكي لنا كده يا محمد، يعني خليني الاول اسال بالسؤال اللي انتوا سالتوه على الجروب، لو ما كانش في كورونا كان زمانك دلوقتي بتعمل ايه؟ مع نفسي يعني كان ممكن اسافر ارجع اخد مع اصحابي. يعني في الوقت ده كنت بسافر وعلى سافر في الوقت ده، وبعد كده اجي ارجع العب مع اصحابي كوره، اتفرج على الماتشات. يلا الحمد لله هتتعوض ان شاء الله. محمد، انت ومروان جات لكم الفكره الاول ازاي وامتى وبداتوا تعملوا ايه؟ بص حضرتك، هو من شهرين كده بعد الحظر، يعني طبعا حضرتك انا بقيت احس بالملل والزهق، فانا على فيسبوك يعني لقيت الناس كلها برضو يعني حاسه نفس الاحساس اللي حاسه، فانا قلت طب ما يعني ما عايز اعمل حاجه كده تبسطني وتفرحهم برضو بدل الكآبة الناس كلها فيها يعني. فانا فكرت ان اعمل جروب ونجمع ناس وان احنا نتكلم ان احنا كنا نفس سنه عاديه يعني من غير الفيروس او اي حاجه وحشه حصلت في حياتنا، يعني حياتنا العاديه طبيعيه. فعلا عملت كده وبدات بحوالي 150 شخص، يعني هو كان يعتبر اصحابي وعائلتي بس يعني. وكلنا شويه بس التفاعل قليل، كل واحد حط اللي كان نفسه فيه يحصل. فضلنا كده بتاع اسبوعين مثلا، بعد كده ما نزلت البوست، في بوست نزلته كانت شهر، حاجه تفاعل كبير ما كنتش متوقعه طبعا. بس هي من ساعتها كده بقى ان يعني الناس كلها بقت تدخل الجروب، يضيفوا اصحابهم، بقى يكتبوا اللي نفسهم فيه كان يحصل. والحمد لله يعني دلوقتي داخلين على 100 100 الف. حلو حلو.